السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. واحدة من أهم واجبات ومهام ومهارات القائد الجيد هي القدرة على حل مشكلات واتخاذ القرار. يوميا القائد يواجه مجموعة من التحديات ومجموعة من المعلومات والبيانات التي تنقل له، ودور القائد أن يتثبت من كل معلومة ويقوم بمعالجتها والتأكد من حقيقتها من خلال شواهد قبل اتخاذ القرار عليها. ولذلك يحتاج القائد إلى منهجية علمية نسميها الإمبريقية أو التجريبية. هذه المنهجية العلمية تقوم على التضافر ما بين علم الإدارة وما بين علم الإحصاء. علم الإحصاء هو العلم الذي من خلاله نستطيع جمع البيانات وتحويلها إلى معلومات وترتيبها وتبويبها وتحويلها إلى نظام صوري يساعد على عملية اتخاذ القرار. ولذلك علم الإحصاء ينقسم إلى قسمين: علم الإحصاء الوصفي، وهو ذلك العلم الذي من خلاله نستطيع أن نجمع المعلومات وننظمها ونرتبها وندققها ونقوم بعملية معالجتها وتحويلها إلى تمثيل بصري يساعد القائد في اتخاذ القرار. ثم يأتي بعد ذلك علم الإحصاء الاستدلالي، والذي يقوم فيه القائد بأخذ تلك المعلومات التي توصل إليها من خلال عملية الإحصاء الوصفي ويبني على أساسها قرارات واستراتيجيات وتحركات استراتيجية. إلا أن بعض المدراء وبعض القيادات يحكم بناء على ما يسمع أو بناء على ما يشعر، ليس بناء على حقائق ولا بناء على أرقام. نقلوا له معلومة عن أحد المرؤوسين عنده، قد يكون من أكفأ المرؤوسين، ولكن فقط لمجرد أنه نقل له المعلومة، وقد تكون صراع أقران أو حجب للشخص لا يريدون أن يصل المسؤول، وهو بالتالي كون تلك التصور عنده وبدأ يتخذ قرارات ظنية تجاه ذلك الزميل يغصيه، أو تجاه أحد المراجعين، أو تجاه أحد الخدمات الموجودة عنده. وبالتالي يجب على القائد الحكيم أن تكون قراراته رشيدة، قراراته مبنية على معلومة مؤصلة متوصل إليها وفق منهجية علمية. كن دائما متثبتا من معلوماتك، ثبت العرش ثم انقش.